المساء من سكاي نيوز عربية مع حمد المحمود في الرياض. أهلا بكم في المساء، وفيه معالجة يومية لأبرز القضايا الإقليمية. بعد ساعات من اختتام القمة الخليجية المغربية، اختتمت القمة الخليجية الأمريكية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، وحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأمريكي باراك أوباما. قمة جاءت وسط ظروف إقليمية ودولية متشابكة وصراعات تعصف بالمنطقة وأخطار وتدخلات في شؤون دول واستقرار يهدده تهريب السلاح ودعم الإرهابي والتطرف. ظروف نشأت فيها تحالفات لمحاربة التطرف ودعم الشرعية والوقوف إلى جانب حق الشعوب في الحرية، وما بين الأخطار والجهود القائمة لمواجهتها كان لابد من التوافق بين القوى الفاعلة والمؤثرة من أجل تدعيم الأمن والسلام في المنطقة والعالم. ولمناقشة واقع القمة ومخرجاتها ينضم معي هنا في الاستوديو الأكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور خالد الفرم، وأيضا من واشنطن ينضم إلينا المستشار بمركز الميريديا للدراسات السياسية السيد خالد صفوري. مرحبا بكما ضيوفي الكرام. أبدأ معك دكتور خالد الفرم، يعني أولا كيف قرأت نتائج هذه القمة الخليجية التي على غير المعتاد قرنت بها أو قرن بها زيارة الرئيس باراك أوباما وحضوره لهذه القمة؟ طبعا لا شك أولا هذه القمة تعتبر مهمة للتعاون الاستراتيجي بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي تنفيذا لاتفاقية كامب ديفيد. ولكن واقع الحال من خلال البيان الختامي وكذلك ما رشح أو التصريحات الرئيس الأمريكي أو وزير الدفاع أو وزير الخارجية، من الواضح أن الرئيس الأمريكي أتى إلى المنطقة بدون مبادرة أو مشروع إقليمي يتفق، وحجم التحديات الجارية في المنطقة، الأزمات الملتهبة في اليمن، في سوريا، في العراق، فتمحورت النتائج حقيقة حول تسيير دوريات بحرية لمنع وصول الإمدادات الإيرانية إلى اليمن، أو كذلك مطالبات بإعادة إعمار المناطق السنية التي دمرها داعش مع الحشد الشعبي، وكذلك استمرار التعاون الاقتصادي. بمعنى كنا نتوقع الحقيقة من هذه الزيارة، وخاصة أنها أتت بعد تسريبات أدت إلى تعكر المزاج السياسي في المنطقة، وأضرت حقيقة في العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وطهران، بل بين دول المجلس بين الرياض وواشنطن وبين دول المجلس وواشنطن. فهذه الزيارة حقيقة لا ترتقي لحجم التحديات، ولكن الجانب الإيجابي أن دول المجلس أدركت حقيقة واقع الدور الأمريكي الحالي والمتوقع. لذلك نلاحظ أستاذ حمد، نعم، حجم المرارة في كلمة محمد السادس ملك المغرب الذي تحدث بحرقة ومرارة عن ما يراد لهذه المنطقة في القمة الخليجية المغربية يوم أمس. بالضبط، نعم، عندما تحدث عن تقسيم المنطقة، تفتيت المنطقة، عندما تم في الواقع إنهاك المشرق، تم الانتقال إلى ليبيا وحاليا البليساريو، هناك مدركات في القمة الخليجية والخليجية المغربية، هناك مدركات بأن هناك في الواقع عمل يستهدف هذه المنطقة. للأسف الشديد أن القوة الكبرى التي يفترض أن تقود الاستقرار والأمن العالميين لا تلعب الدور الذي يتفق وحجمها، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نحن لا نريد في دول الخليج أن نكون فقط مستورد للسلاح أو مستودع للسلاح أو حتى علاقات اقتصادية بحتة، نريد دور أمريكي يوقف هذه التفجيرات الاجتماعية التي تمارسها إيران تحت مسمى الطائفية والمذهبية في العراق وسوريا واليمن، وهذا لم يحدث. نعم نعم. سيد خالد الصفوري ضيفي من واشنطن، نتساءل هل أنت تتفق مع ما ذهب إليه الدكتور خالد هنا في الاستوديو من أن هذه الزيارة أو هذه القمة مع الرئيس باراك أوباما أتت على دون المستوى المأمول، وإن كان أوباما قد تحدث من أنه على وفاق كبير مع دول مجلس التعاون الخليجي في الملفات التي طرحت سواء ملف الإرهاب أو حتى سوريا والعراق واليمن؟ لا، أنا أتفق مع كلام الدكتور خالد، وخصوصا تصريحات التي سربت من لقاء الرئيس مع
أتلانتيك ويكلي وتكلم فيها بطريقة سلبية عن دول الخليج وعن المملكة العربية السعودية بالتحديد. لكن أنا أعتقد ضمن الموجود الآن الرئيس الأمريكي شبه انتهت يعني على وشك انتهاء رئاسته، وأعتقد أنه خلال 8 أشهر مين جاء رئيسا للولايات المتحدة سنرى أسلوب يختلف في العلاقة سواء كان جمهوري أو ديمقراطي. فنعتقد ضمن المعطيات الحالية ما أتى به المؤتمر جيد، حضور الرئيس الأمريكي، حضور رئيس أكبر دولة عظمى في العالم لمؤتمر مجلس التعاون الخليجي له دلالة وأهمية كبيرة على أنه هذه مجلس التعاون هي تجمع سياسي مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة، بحيث أن الرئيس الأمريكي يأتي لحضور هذا الاجتماع ويشارك في حضور الاجتماع ويستمع إلى ما قاله له رؤساء مجلس التعاون وعلى هموم المنطقة ودول المنطقة واهتمامهم بموضوع الخطر الإيراني الذي تشارك الولايات المتحدة فيه هذا الموضوع. وأعتقد أنه خلال السنتين الماضيتين تحديدا كان هنالك الكثير من الأمور التي عقدت من العلاقات الأمريكية الخليجية، سواء كان الاتفاق مع إيران، سواء مواقف متعددة أخذتها الولايات المتحدة في الشأن السوري، ترددها في الموقف السوري مما زاد من جرأة الروس ودخول الروس على الخط نتيجة الغياب الأمريكي، وحتى في الموضوع السوري الأمريكان أعطوا الروس كفة القيادة في الموضوع السوري وفي عملية حتى السلام السورية، وهذا أدى إلى انهيار المحادثات اليوم. فكل هذه الهموم التي تشكل خطر على المنطقة، الفراغ الأمني والسياسي والعسكري في سوريا، الوضع داخل العراق، كله يشكل عدم استقرار في المنطقة قد ينتقل إلى دول أخرى، الوضع في اليمن كذلك، خاصرة المملكة يشكل كذلك خطر على أمن المملكة. كل هذه الأمور وهذه الهموم تشكل خطر كذلك على مصالح الولايات المتحدة، باعتبار أنه جزء كبير من النفط العالمي يأتي من هذه المنطقة، وأي عدم استقرار أو مشاكل في هذه المنطقة تؤدي على الاستقرار الاقتصادي في العالم، باعتبار أن الطاقة الرئيسية في العالم هي النفط. ولهذه الأسباب الولايات المتحدة بالموضوع مهتمة بالموضوع، والعلاقات الخليجية الأمريكية مهمة، وأعتقد أنه شراء وقت إلى حين انتهاء رئاسة أوباما شيء جيد جدا، وأعتقد أنه العلاقة ستعود إلى ما كانت عليه قبل مجيء أوباما الحكم بعد خروجه من البيت الأبيض. نعم دكتور الفرم، يعني هل الآن هذه الزيارة من الرئيس باراك أوباما هل يصح القول بأنها هي زيارة وداع أم تكريس يعني لمرحلة ما بعد أوباما؟ هي العلاقة باقية، العلاقة الاستراتيجية مع الإدارة الأمريكية، ولكن هي يعني تصنفها إلى أي الصنفين، سواء كتكريس لما بعد أوباما أم وداع؟ كلاهما. هذه الزيارة تعتبر طبعا الزيارة الأخيرة، وأيضا تعتبر في الواقع هي جزء من دبلوماسية الرئاسة الأمريكية، إضافة إلى أنه محاولة احتواء الحقيقة التداعيات التي أفضت من خلال تسريبات لمجلة أطلانتيك، إضافة إلى أن في تقديري الشخصي في حواره مع الزعماء الخليج دعا إلى أهمية الحوار مع إيران، الانفتاح على إيران، وهو المشروع الرئيس للرئيس أوباما، وكذلك أيضا إسداء بعض النصائح، إضافة إلى محاولة تلطيف الأجواء. ولكن الجانب الآخر هو أيضا طرح الوضع الجانب الاقتصادي، فالجانب فعلا الجانب الأول زيارة مجاملة وعلاقات عامة، إضافة إلى أنه يريد أن يوضح أن هذه ليس موقف أوباما، إنما هذا موقف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. ما تفضل فيه الأستاذ خالد صحيح، إن الذي سوف يأتي هيلاري ربما يكون أسلوبها مختلف، ولكن لن يكون هناك تحول استراتيجي في العودة في العلاقات الأمريكية الخليجية إلى سابق عهدها. تحول المصالح الاقتصادية اختلفت، المصالح الاستراتيجية والعمل المؤسساتي في الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية اختلف، المزاج الأمريكي الرئيس أوباما حقيقة من خلال تسريباته سواء في أطلانتيك أو فيما يتعلق بقانون المحاسبة وجه بطريقة غير مباشرة النخب السياسية والنخب الإعلامية وخلق اتجاه عام ضد المنطقة التي هو يرى بأهمية الانسحاب منها. فبالتالي حتى لو جاء شخص آخر قد تختلف الأساليب، ولكن سوف تبقى الرؤية الاستراتيجية كما هي. لذلك دول الخليج مدعوة، مثل ما أشار الملك محمد السادس، الملك محمد السادس أشار إلى أنه يتجهون شرقا، مهم على دول المنطقة في الحقيقة أن تنفتح استراتيجيا على الصين، روسيا، الهند، وألا تنتظر في الواقع أو تراهن على رئيس أمريكي قادم
قد يعود بالعلاقات إلى سابق عهده، وهذا قد يحدث وقد لا يحدث. نعم، أيضا سيد خالد، يعني ألا ترى بأنه أو هل أنت تذهب مع من يتحدث من أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع الدول المنطقة، دول منطقة الخليج بمنهجية الربح أو الطرف الربح من طرف واحد، بمعنى أن هذه السياسة يهمها في الدرجة الأولى الربح والمصلحة للإدارة الأمريكية بغض النظر عن الطرف الآخر هل كان مستفيدا أم لا، عكس ما تقوم به دول الخليج بإقامة علاقة وشراكة استراتيجية يهمها منفعة الطرفين؟ أنا يعني أنا من أصحاب الرأي الذين يفرقون بين إدارة أوباما والإدارات الأمريكية المختلفة، وأنا يعني لو سمح لي الدكتور خالد أختلف معه في هذا الموضوع. أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة ستعود إلى ما كانت عليه ما قبل أوباما، وسنتذكر أنه ما قبل أوباما وبعد أوباما هو الوضع الطبيعي، مرحلة أوباما هي الوضع الغير طبيعي. الولايات المتحدة والمؤسسة السياسية الحاكمة في أمريكا سواء مؤسسات فكرية أو النفوذ في الكونغرس الأمريكي يهموا موضوعين في الشرق الأوسط، وعلى العرب أن يعرفوا ذلك ودول الخليج، موضوعين مهمين بالنسبة للولايات المتحدة، ولم يتغير شيء سواء أوباما غير سياسة. عفوا سيد صفوري، كنا نتحدث من أو كنت تتحدث أنت من أن السياسة الأمريكية ستتغير حتما بعد ذهاب أوباما خلال فترة رئاسته الأخيرة، بمعنى أنك سيد خالد تقول أن السياسة أو الإدارة الأمريكية مختلفة تماما عما يقوم به أوباما، خلاف ما يذكر الآن من أن أوباما هو مطبق لسياسة الإدارة الأمريكية ولسياسة أمريكا الخارجية. لا شك أخ حمد، أنا أعيش في واشنطن وأعرف ماذا يقول أعضاء الكونغرس وأحضر الندوات بشكل مستمر لكل المراكز الفكرية. الوضع الرئيس أوباما وعلاقته مع منطقة الشرق الأوسط هو وضع غير طبيعي. أنا أعتقد بعد انتهاء رئاسته ستعود إلى الوضع الطبيعي. علاقة الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط مبنية على شيئين مهمين، موضوع الطاقة، وما زال النفط هو أرخص وأسهل وسيلة للطاقة. يعني بعد حادثة فوكوشيما والزلزال وكارثة المفاعل النووي في اليابان هنالك اتجاه يبتعد عن استخدام الطاقة النووية، محاولات استعمال الطاقة الشمسية فشلت وكثير من الشركات التي كانت تقوم بها في الولايات المتحدة أفلست، والطاقة الهوائية لا زال استعمالها محدود. فما إذا لم يأتي بديل عن هذه الطاقة، هذا أساس للتعامل مع منطقة الشرق الأوسط والطاقة التي تأتي من النفط في الشرق الأوسط ما دالت هي المصدر الأساسي للطاقة، لن يتراجع اهتمام الولايات المتحدة في المنطقة. الموضوع الثاني هو أمن إسرائيل، والولايات المتحدة تنظر والمؤسسة المتعاطفة مع إسرائيل لها قوة كبيرة جدا داخل صنع القرار في الولايات المتحدة، وتعتبر أنه استقرار المنطقة مهم لأمن إسرائيل، وأنه القلاق قد تشكل خطر على أمن إسرائيل، وهذول الموضوعين لا زالوا ذو أهمية كبرى لكل المؤسسات السياسية التي تحكم واشنطن. ولهذا أعتقد أن أوباما جاء في وضع غير طبيعي وحاول أن يفرض شيء غير معتاد، وكذلك هو تصرف كرد فعل على إدارة الرئيس بوش التي كانت في 8 سنوات خاضت عدة حروب، أطول حرب في تاريخ أمريكا في أفغانستان، غزو العراق الذي لم يكن له مبرر حقيقي، و70% من الشعب الأمريكي ضده، وكذلك الشعب الأمريكي لا زال 67% من معظم استطلاعات الرأي بين 60 إلى 70% يعترضون على أي تدخل عسكري سواء كان في سوريا أو في منطقة أخرى أو حتى للعودة للعراق. فكل هذه الظروف مجتمعة جعلت أوباما يتصرف بهذه الطريقة، بالإضافة إلى التفكير العقائدي الذي يعني لا أريد أن أدخل في تفاصيله. فأنا أعتقد أنه بعد سنة سنتكلم على عودة العلاقة إلى أجواءها الطبيعية. نعم، الآن دكتور خالد، رغم ما يتم الحديث عنه من توتر علاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين السياسة الأمريكية سواء كانت سياسة إدارة أو حتى إدارة أوباما، لكن تبقى هذه العلاقة هي علاقة وشراكة استراتيجية منذ الأزل ما بين الطرفين، والدليل على ذلك التطابق في المواقف التي خلصت أو الملفات التي خلصت منها هذه القمة، الإرهاب، ملف الوضع في المنطقة، سوريا والعراق واليمن، بالتالي هناك تطابق واتفاق على الهدف وإن اختلفت طريقة الوصول إلى هذا الهدف. تطابق في الخطاب السياسي والإعلامي، ولكن واقع الحال لا توجد برامج عملية على الأرض تترجم هذا الخطاب السياسي الأمريكي إلى وقائع أو إلى معطيات حقيقية.
يعني هناك حقيقة فجوة كبيرة بين عقيدة أوباما على سبيل المثال والخطاب السياسي. ما ذكر الأستاذ خالد أيضا الإدارة الأمريكية كل ما تعيشها المنطقة هو من إفرازات الإدارة الأمريكية السابقة والحالية، يعني كافي 20 عاما من المآسي في العراق وسوريا والمنطقة بأسرها. أنا الأول لدول الخليج مثل ما تفكر في بدائل اقتصادية عن النفط أن تبدأ ببدائل استراتيجية وتنوع سياسي. نعم بدأت فعليا في ذلك. نعم يعني الآن على سبيل المثال التحالف العربي التحالف الإسلامي هي محاولة لبناء أعمدة القوى العربية، زيارة الملك سلمان إلى مصر، حاليا الشيخ محمد بن زايد في القاهرة. الدول العربية تسعى إلى بناء الهيكل الأمن القومي العربي الذي تم تدميره في بغداد وسوريا واليمن. فبالتالي أنا أعتقد الخطاب السياسي لا غير كافي، هناك تطابق وجهات النظر، ولكن واقع الحال في سوريا والموقف من إيران الموقف من الإرهاب الأزمة اليمنية التي تستنزف دول المنطقة، الواقع في سوريا تفجير الإرهاب، هذا في الواقع لا يخدم دول المنطقة بل أنهكها اقتصاديا واستراتيجيا. نعم إذن يخدم من؟ يخدم كافة يخدم إيران ويخدم حقيقة نظرية بريجنسكي الداعية أو الرامية إلى قوس الأزمات، توليد الأزمات، التغيير وصياغة المنطقة من خلال التفجيرات الاجتماعية المذهبية. طيب سيد خالد صفوري، الآن هل نستطيع القول بأن ما تغير من حال دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة خلال الفترة الماضية من تحالفات خليجية عربية إسلامية ستؤدي بطبيعة الحال إلى اختلاف التعاطي مع هذه المنطقة دول الخليج، سواء بقيت يعني الفترة المتبقية لأوباما أو كائنا من كان سيأتي إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة؟ أنا أعتقد يجب استغلال الفرصة لدول المنطقة أن توحد صفوفها ويكون هناك موقف موحد. نحن نعرف أنه حتى مجلس التعاون الخليجي ليس لديه موقف موحد في كل الأزمات، في اليمن هنالك موقف عماني وهنالك موقف الدول الباقية، في الموضوع السوري كذلك هنالك مواقف يعني مختلفة هنا وهناك، يعني حتى بدرجات مختلفة ودول مختلفة تدعم قوى مختلفة في المعارضة السورية. أنا أعتقد 10 أشهر على دول مجلس التعاون والمنطقة العربية كل الدول العربية أن ترتب بيتها أولا، لأنه عندما تكون صف موحد ورأي موحد يصبح من الصعب على أعدائها أن يتحدوها، أو حتى إذا حاولوا أن يتحدوها يكون مهمة أصعب عليهم ويكون موقف أكثر وضوحا حتى للقوى المتحالفة. عندما يكون لك حليف يريد أن يتعاون معك ويرى آراء مختلفة وتفسيرات مختلفة لأي مشكلة فأنه يحتار، وهذا كلام يعني أنا أتعامل بشكل مستمر مع أعضاء الكونغرس من لجان العلاقة الخارجية وأقولوا أنه كل الزعماء العرب يتكلمون على أهمية تختلف، كل لديه همومه المختلفة وهذا وضع طبيعي جدا، لكن علينا أن نضع أولوياتنا ونوحد هذه الأولويات ويكون الهم مشترك. فإذا كان هنالك هم يمني للسعودية يجب أن يكون هم لكل المنطقة، إذا كان هنالك هم سوري في سوريا يجب أن يكون هم لدول المنطقة، لأنه نحن نشاهد كيف المشاكل في سوريا تنعكس على العراق وعلى الأردن وعلى لبنان وقد تمتد إلى ما وراء ذلك، وهذا نفس الشيء يعني يكون في اليمن وليبيا وإلى آخره. ولهذا على المنطقة أن تستغل 10 أشهر القادمة وتكون جاهزة لإدارة جديدة. مثل يعني أنا لا أعتقد أنه موضوع مجيء هيلاري كلينتون محسوم. نعم. أعتقد أنه هيلاري كلينتون هي على الأغلب مرشحة الديمقراطيين ومرشح الجمهوريين على الأغلب هو ترامب، لكن احتمال الشخصين أن يأتي يعني نعم. هذه كذلك انتخابات غير معتادة في أمريكا، علينا أن نكون جاهزين لأي مفاجآت. وأعتقد كثير ما يقوله ترامب صحيح أنه في استفزاز، لكنه في النهاية يريد أن يدير دولة، وأعتقد أنه أكثر فهما للتعامل مع الدول العربية تحديدا الخليجية إذا كان الرئيس سواء هو أو هيلاري كلينتون. نعم سيدي. وعلينا أن نكون جاهزين لإدارة جديدة في واشنطن. نعم دكتور خالد، وباختصار لو تكرمت، أوباما ختم حديثه بربما الحديث عن الاقتصاد وعن حقوق الإنسان وعن إقامة حوار جديد حول الاقتصاد بين الولايات المتحدة ودول الخليج، وكانه بذلك يركز على هذا العصب، عصب الحياة ورغبة الإدارة الأمريكية في الاستفادة من دول منطقة الخليج. وباختصار لو تكرمت، باختصار إذا كان هناك حوار اقتصادي خليجي مع دولة أخرى، أنا لا أعتقد أن الأولويات الاقتصادية حاليا مع الولايات
الولايات المتحدة الأمريكية. الصين آسيا هي المستورد الرئيس من نفط الخليج، وهي الدول التي في الواقع تعتبر الزبون رقم واحد. حاليا هناك استقلال نفطي أمريكي، فإذا كان هناك حوار لنتجه شرقا ووفق الاستراتيجية الأمريكية التمحور نحو آسيا. نعم، في ختام هذه الحلقة الخاصة من المساء نشكر ضيفينا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور خالد الفرمعي هنا في الرياض، وأيضا الشكر امتد إلى ضيفي في واشنطن المستشار بمركز الميريديا للدراسات السياسية سيد خالد صفوري، فشكرا لكم.